Mr. President, Excellencies, فخامة الحضور أصدقائي الأعزاء، أريد أن أبدأ بتهنئة مصر لتنظيم هذا الحدث الهام، وأعني كوب 27، وأريد أن أشكر لكم إعطائي الفرصة للتحدث اليوم. نحن نعيش في عصر تغيرات كبيرة في هذا العالم. كثير من البلدان يواجهون كثير من التحديات في مجال الطاقة والغذاء وأسعار الطاقة والغذاء. ونقول مرة أخرى إن العالم أيضا يواجه الحروب والتأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري، أيضا أصبحت جلية بينة، وهذا دليل على المستوى الذي وصلنا به لمناخنا. ونقول أننا علينا أن نعرف أن هناك الكثير من الفيضانات التي حدثت في الكثير من البلدان، وفي هذا الوقت فإن الشراكات والتعاون أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل. ولذلك إنهم دواعي سعادتي أن أكون معكم اليوم وأوضح بعض النقاط معكم ونكتشف الطرق للتعاون أكثر، وهذا مهم بشكل كبير عشية مؤتمر كوب 27 المقرر عقده في شرم الشيخ. نقول أن الشراكات هي في قلب علاقاتنا مع مصر. لقد بدأنا في العمل في مصر منذ 10 أعوام، ولكن منذ ذلك قمنا باستثمار حوالي 10 ملايين دولار أمريكي في مصر، وقد ساعدنا مصر كثير في اقتصادها وتوفير فرص لمواطنيها. لقد وافقنا أيضا على استراتيجية جديدة لها هدفين رئيسيين، وهي الحصول على اقتصاد شمولي في مصر يشمل السيدات والكل المهمشين. ومصر تمر بفترة تحول، لذلك فهي دولة عالية التنافسية، ولذلك فإن المنتدى اليوم يأمل في تعظيم هذه الفرص والعمل مع شركائنا في مصر. لدي ملاحظتان من خلال خبرتي في مصر. الملاحظة الأولى وهي أننا رأينا الكثير من الاحتياجات الاقتصادية. نتحدث عن أهمية الانتقال إلى الطاقة الخضراء، وليس فقط لمكافحة التغير المناخي الذي نسعى له جميعا، ولكننا نحتاج إلى الأمن في الطاقة والغذاء والمياه. إن أفريقيا كقارة ومصر بشكل خاص أنعم الله عليها بالكثير من مصادر الطاقة، وأنا أعرف أننا نحن مستعدون لنبذل كل الجهود الممكنة لاستغلال كل هذه الموارد والمصادر، وليس فقط لتقليل الانبعاثات الغازات الدفيئة فقط، ولكن لتقديم طاقة معتمد عليها وتقديم أسمدة ومياه نظيفة، وكذلك تحقيق الأهداف العامة للتنمية في مصر. الملاحظة الثانية وهي نقطة أريد أن أعقب على ما قاله السيد جون كيري، أنه لابد من أن يكون هناك تعاون مع التعاون القطاع الخاص. إن بنك التعمير والبناء والتنمية الدولي له دور كبير للعمل مع القطاع الخاص. رأينا الكثير من العمل وكثير من الضغوط على الحكومات للعمل اليوم، ولقد اعتقدنا أننا لابد أن نجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا معنا في هذه العملية. إن منصة مصر في مجال الطاقة والغذاء، والتي تدعم دعما كبيرا لهذه المشاركة، يمكن أن تساهم إسهاما كبيرا في تحقيق هذه الأهداف، وهذا أمر مهم لأن هذا يحقق الأهداف التنمية للمياه والطعام والطاقة
الطاقة وتحقيق هذه الأهداف. نحن كبنك تنمية والإعمار الدولي نساعد مصر في تنفيذ هذه المشروعات خاصة بالطاقة في هذه المنصة، وسنتحدث بعد ذلك بتفصيل بعد الآن، ولكني أريد الآن أن أتحدث عن ثلاث نقاط هامة خاصة بالتنفيذ. النقطة الأولى وستكون على كل تقديم مساعدتي في الغاز. المساعدة الثانية هي تنفيذ قدرات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر. والعنصر الثالث فإن التنفيذ القيام بإشراك القطاع الخاص بشكل كبير، وهذا الأمر مهم جدا في مجال الطاقة. هذا يمكن أن يساعد في أن تقوم مصر بالانتقال إلى مشروع الطاقة الخاص بها، وهذا سيحقق فوائد كثيرة لمصر. يمكن هذا أن يكون نموذجا لكثير من الدول، وهي نقل الانتقال من الوقود الاحفوري إلى الطاقة المتجددة سيكون هدفا كبيرا. وأريد في النهاية أن أشكر مصر وأهنئ حكومتها وخصوصا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأستاذة الدكتورة رانيا لهذا الاجتماع المثمر اليوم، وأتمنى أن نصل إلى قمة ما نصب إليه بحلول كوب 27. شكرا لكم.